يلا سناء وسالم تعالوا معاي تحت، أبوكم مسوي لكم مفاجأة وايد حلوة وراح تعجبكم. لا يما، أبوي مسوي لنا مفاجأة؟ وناسة، أنا وايد أحب المفاجآت. يلا نزلوا بسرعة لا تتأخرون. شنو تتوقعين المفاجأة يا سناء؟ ما أدري سالم، بس يلا أمش ننزل ونشوف. هذه الهدايا وايد يا أبو سالم، لو كل واحد ياخذ شيء واحد أحسن. لا يا أبو سالم لا، وكام الحين يو. الله، اللون الوردي اللي أنا وايد أحبه هي وناسة. يلا كل واحد ياخذ أغراضه. أنا أخذت أغراضي يبا. وأنا الحين أخذ أغراضي. يلا كل واحد يخش أغراضه، وإذا ضاعوا أنا مالي شغل. إن شاء الله يما. أنا عن نفسي راح أحط أغراضي هني بغرفة النوم وتحت السرير بعد، أنا أتوقع ما حد راح يعرف مكانهم. أنا راح أخش أغراضي هني بالمطبخ تحت الطاولة، ولا أي أحد راح يعرف مكانهم. سناء، انتي وين خشيتي أغراضك؟ وانت شكو سالم؟ ليش انت قلت لي عن أغراضك وين خاشهم؟ يا ربي أنا وايد ملانة وما أبي ألعب ألعابي عشان ما تتكسر، خل أروح ألعب ألعاب سالم. بس لازم أعرف هو وين خاشهم، خل أروح أدور. بكذي أنا راح أكون محافظة على أغراضي، ولازم أدور بالبيت كله. ماكو شي هني. ولا هني، ولا هني بعد، انت خاشهم وين يا سالم؟ وأخيرا أنا لقيت ألعاب سالم، أوه خاشهم هني تحت الطاولة، خل ألعب فيهم وأستانس عشان أغراضي ما تتكسر وهو أغراضه تخرب عادي. واي الألعاب حتها تشوق، وايد استانس وأنا ألعب فيهم. أنت قاعدة تلعبين بألعاب منو يا سناء؟ هايبة أكيد قاعدة ألعب بألعابي، أنا عندي نفس ألعاب سالم، يعني ألعب ألعاب منو مثلا؟ زين حبيبتي ما في مشكلة خلاص. واي لعبة سالم انكسرت، يا ربي أنا شنو راح أسوي الحين؟ لازم أشوف لي فكرة، أنا ماكو إلا أقط ألعابه. وايد مليت، خل أروح ألعب ألعابي شوي. أوف شنو هذا؟ ألعابي راحة وين؟ من اللي أخذ ألعابي؟ منو؟ يما لحقوني، أنا أتوقع في حرامي عندنا بالبيت. الحرامي أخذ الألعاب ملاجي. خل أروح أنخش عشان ما يدري إن أنا اللي قاعدة ألعب ألعابه وقطيتهم بزبالة. أنت كنت حاط ألعابك وين يا سالم؟ أنا كنت خاشة مرة ثلاجة بالمطبخ يابا. سناء هي اللي خذت ألعابك يا سالم، شفتي سناء يا أبو سالم؟ يصير كذي يعني؟ لا طبعا يا أبو سالم ما يصير كذي، وعشان كذي أنا راح أجيب حق سالم بوكس كامل متروس ألعاب. أنا راح أعاقب سناء عقاب وايد مو حلو، وراح أكافئك يا سالم يا حبيبي. راح أخذك السوق وخليك تنقي كل الألعاب اللي تبيها، وما راح أجيب حق أختك سناء الخايسة علشان أنت أمين وشاطر. صدق يما مشكورة وايد، يما وايد استانست. أنت شلون تسوين كذي بسالم أخوك يا سناء؟ يلا روحي أعطيني أغراضك اللي يابهم لتشبوك بسرعة. يلا روحي يا سناء، أنت محرومة من كل شيء تحبينه. خلاص يما خلاص، الله يخليك، سامحيني أنا وايد آسفة، ما راح أعيدها ثاني مرة. لا سنة ما راح اسامحك الا البوق، البوق اخي الصفا بالعالم. وانا انقلت حق سالم اخوك راح اخذ السوق وينقي كل الالعاب اللي اهو يبيها. وبشذي حلقة اليوم خلصت، نشوفكم ان شاء الله بحلقة ثانية. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك، واهم شيء بعد الاشتراك معنا. مع السلامة، معاكم عائلة سعيد وسعيدة.